فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يضمن شخصا نصرانيا في مبلغ من المال، أم أن هذا يعد من باب الولاء؟ لا، ما هو من باب الولاء، هذا من باب المعاملة، التعامل. نحن نتعامل معهم بالتجارة ونتعامل معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين حتى من اليهود، استدان من يهودي طعاما لبيته عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.